يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل طفت طواف الإفاضة والوداع 4 أشواط، فسألت فضيلتكم في درس سابق فقلتم ارجع وطف طواف الإفاضة. سؤاله: هل علي دم عن طواف الوداع؟ وكيف إذا ذهبت؟ هل أؤدي العمرة؟ ما بعد تم حجك يا أخي، الوداع ما فيه وداع لما يتم حجك، ما حتى لو طفت للوداع ما يصح لأنه ما تم حجك، لازم ترجع وتطوف للإفاضة ويكفي عن الوداع إن شاء الله. إذا رجعت على طول بعده يكفي عن الوداع، إن جلست بمكة بعده فتوادع إذا أردت السفر. نعم. أقول: وهل يجب علي أن أحرم بعمرة عند الذهاب هناك؟ ما يجب عليك، إن شئت تأخذ عمرة وتجيب طواف الإفاضة، وإن شئت تقصد المطاف وتطوف طواف الإفاضة ويكفي ولا تعرف. نعم.